خلف سور يزدحم بعبارات الرفض يتحصن دونالد ترامب. قبل أسابيع فقط من انتهاء ولايته الرئاسية بحكم القانون، يأبى ترامب الإقرار بالوضع الجديد ويرفض الحديث عن مغادرة البيت الأبيض. يكسر للمرة الأولى تقليداً عائلياً دأب عليه لسنوات، إذ استبدل منتجعه الخاص في فلوريدا بالبيت الأبيض احتفاءً بعيد الشكر. هذا في الشكل، أما في المضمون فالرجل يواصل اتخاذ قراراته كرئيس، ويبدو أنه سيبقى كذلك حتى اللحظة الأخيرة بغض النظر عن أي تداعيات لها. المسألة الآن كالآتي: هناك رئيس واحد للولايات المتحدة الأمريكية، هو له الصلاحيات الرئاسية 100% ولا غيره. فهل من الممكن يأخذ قرار بضرب إيران؟ من الممكن. هل من الممكن أنه يستمر في نفس المنوال لأن بممارسة كل صلاحياته وإبعاد الآخر أو حرمان الآخر؟ 100% ممكن. من محاولة إبرام صفقة عسكرية مع الإمارات إلى سحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان، مروراً بمحاولة شن حرب ضد إيران، قرارات الساعة الأخيرة ذات التداعيات البعيدة لن تنتهي بعد، وما زال بعض الوقت لديه لاتخاذ المزيد، والسؤال ما الذي يمكن أن يأتي به بعد؟ ترامب لا يهتم بالأعراف ولا بالتقاليد، سيقوم بكل ما يريد طالما كان يعرف أنه ليست هناك آثار سلبية كبيرة لتصرفاته. يتناقض الرجل فيما يقوله وفيما يقوم به، يتحدث عن فوزه الحتمي في الانتخابات متجاهلا الخسارة، ومحاولا اتخاذ أكبر عدد من القرارات قبل انتهاء الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور. ماذا بعد؟ هو سؤال مشروع، لكن الإجابة عليه ذات احتمالات، فرجل المفاجآت يصر على أن ينهي عهده بإشكاليات يغطي بريقها على حقيقة خسارته الرئاسة. جيس الحشفوري، العربي، واشنطن.